وأخيرا رجعت وعدت يا مرداس الزفت. لماذا تخاطبينني هكذا يا مرجانة؟ ها؟ وأين سيدي؟ هل أخذت مكانه؟ سيدك أيها الغبي ذهب إلى قصر الوالي يتبختر. طبعا بعد أن رششت له على الموت سكر. كف عن الحملقة والنظر وتعال ساعدني في ترتيب حاجياتنا للسفر. ماذا تقولين؟ للسفر؟ طبعا، أو تظن أن الوالي سيصدق دعوة أبي الفتح؟ سيصدق عندما يعثر على العقد في جوف الغزال بعد الذبح. أي عقد وأي غزال أيها الغبي؟ ماذا تعني؟ الأمر كله كذب وحيلة. كيف؟ القصة كلها من نسج خيالي. ولماذا يا صاحبة المعالي؟ عندما يخفق أبو الفتح سينفيه الوالي. ما فهمت شيئاً. أو كنت تظن أيها الأستاذ أنني سأصبر على القعود في بلد يرتع فيها طهماز؟ وما علاقتك أنت بطهماز؟ مرداس افهمني يا صغير الجسم يا كبير الراز. باختصار طهماز أبو بدور وأنا لا تناسبني مثل هذه الأمور. يا لغبائي وجهلي. حقا. الآن فقط بدأ يشتغل عقلي. أو علمت الآن السبب؟ إذا كنت تحبين سيدك ويشفوك فما ذنبي أنا وكيف أسلوك؟ إن أملك يا مرداس معنا كأمل إبليس في الجنة. يا للبؤس ويا للشقاء، وأخيرا تحكم بنا جنس حواء. أعطي ذكاء أبي الفتوح، ويقولون بعد هذا لماذا أحبه. أتعرفين يا بدور، الآن فقط يمكن لوالدك أن يعيدك لأبي الفتح زوجة. كيف؟ أبو الفتح أصبح غنيا بفضل أعطية الوالد. ولكن أبي لم يعد يرغب فيه على الإطلاق، بل هو يصر دائما على الطلاق. دعي الأمر لي، من يدري قد أقنعه يوما. ما بالكما كئيبتان؟ بما تتهامسان؟ أهلا مولاتي شهناز، مبروك لك عودة عقدك. أشكرك على ودك. ما بالك ساهمة يا بدور؟ لا شيء. أعجبك ذلك الرجل الذي أوجد لي عقدي؟ لقد رأيتك تنعمين فيه النظر بشكل جدي. أنا؟ لقد رأيت في عينيك بريقا محتارا. نعرفه جيدا نحن العذارة. مولاتي، إنني بدور يا مولاتي قصة طويلة، ولعله قد آن الأوان لإطلاعك عليها. عطية، لا بأس عليك يا بدور، فشهناز في مثل عمرك وستقدر تماما مثل هذه الأمور. ما هذه الألغاز يا عطية؟ لما لا تتكلمين بصورة جلية؟ إذن اسمعي يا مولاي، ولا يكن قلبك مأوى للقلق، فشهناز بنت الوالي تقف معنا في صفنا لتنقذنا عند الحاجة من الغرق. ولكني أخشى لسانها إذا انزلق أن تخبر مولانا الوالي بقصة زواجي على الورق، فيغضب من أبي وربما يضعه في الفلق. لا تخافي يا بدور، فشهناز واقعة في مشكلة مشابهة. أبوها يريد لها صاحب الشرطة وهي له كارهة، ومن باح لك بسره فمن العسير عليه أن يفشي بسر غيره. ولكن هل أستطيع أن أقابل أبا الفتح يا عطية؟ أجل تستطيعين الآن بعد أن عرفنا العنوان. عليك يا مرداس. وعليك السلام يا سيدة الناس. أبو الفتوح موجود؟ انتظري حتى أسأله. يا للمهزلة، ألم تعرفني يا مرداس؟ أنا عطية. من؟ عطية؟ يا أهلا ومرحبا، تفضلي تفضلي. ولكن من هذه الفتاة ذات الغصن المياس؟ أنسيتنا هكذا يا مرداس؟ من سيدتي بدور؟ يا للفرح ويا للسرور. تفضلا انتظراني لحظة وأخرى حتى أنال من سيدي مكافأتي بعد أن أزف إليه البشرى. من في الباب يا مرداس؟ ضيوف غرباء يلتمسون مأوى وجرعة ماء. من؟
من أرى؟ عطية وبدور؟ أم أنني مسحور؟ اشتقنا لك يا أبا الفتح فسعينا إليك. يا أهلا يا أهلا بالقد المياس، يا أهلا باللطف والإيناس. بدور زوجتي حبيبتي، متى ستضم رأسينا وسادتي؟ كنت تبحث عنا دائما، وها نحن الآن نبحث عنك بدافع الشوق. فعلا يا بدور أنا قليل ذوق، ولكن تفضلي يا بنت كبير الأمناء ودعيني أتملى من حسن وجهك الوضاء. مرجانة يا صغيرتي، اذهبي أنت ومرداس إلى السوق واشتريا لنا قليلا من الحلوى من لوزينج ومن وسلوى. هيا. كيف الحال يا أبا الفتح؟ أهدر الوقت بانتظار قدومكما أيتها الأخت. ولكن هل نسيت زوجتك يا أبا الفتوح؟ بدور هذا بلد عجيب يا بدور، بحثت عنك الأيام والشهور فلم أعثر لك على أثر. أي أنني نشطت فما استفدت، تراخيت فغنمت. ولكن متى ستعيد بدور إليك؟ أنت الآن غني والأيام مقبلة عليك. لم يعد طهماز يهمه كوني غنيا أو فقيرا، فهو يعتبرني شرا مستطيرا ويريد أن يتفوق علي مستقبلا ومصيرا. ولكنني يا بدور سوف أذهب إلى الوالي وسأشرح حالي وسأقول له بأنك زوجتي الحسناء وبأن أبوك يعذبنا كما يعذب سمك البحر على الرمضاء. ولكنه أبي يا أبا الفتح، ترفق به أرجوك. بل قولي لأبيك أن يترفق بي لا فض فوك. سيدي أبا الفتح، يجب أن تحضر إلى القصر على عجل، فمولانا الوالي يطلبك لأمر جلل. ما بالك مضطربة يا مرجانة؟ تنوسين أمامي كالرقاص. إنني قلقة على أبي الفتح يا مرداس. لأنه تغيب طويلا في القصر؟ نعم. لعله يشرح للوالي قصته مع بدور وطهماز، فهل ستغضبين يا ترى إن فاز؟ ليس هذا ما عنيت أيها الغبي. إذن أخاف أن يضرب عليه طهماز حصار عكا. ولماذا ومعلمي آلف من حمام مكة؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. سيدي قمحة أم شعيرة؟ اتركيه حتى يجلس وإلا اعتبرك وقلحة. معها حق يا مرداس، فكرها في انشغال لأن غيابي طال. أخبرني ماذا يريد منك الوالي يا سيدي؟ يريدني كي يلهج باسمه الشعب أن أستخرج له كنزا، معرفة مكانه من الصعب. وهل تستطيع ذلك يا أبا الفتح؟ نعم يستطيع إذا أعمل في ذهنه القدح. لا تبتئس يا مرداس ولا تهتم، إنه أهدى من اليد إلى الفم. كيف؟ الذكاء صنعة والحرب خدعة. لا عجب يا بدور في أن تعجبي بأبي الفتح ويكون لك زوجا، فهو على ما يبدو ذكي أسلوبا ومنهجا.
ولكنني أعجب أحيانا يا مولاتي من أفانينه وأحر في تصرفاته وألاعيبه. ليتني أحظى بإنسان متقد الفؤاد مثلك يا بدور، فزوجي سيكون صاحب الشرطة وهو دائم التفكير بالسكين والبلطة. بدور أبشر يا بدور، لقد عثر على الكنز في المكان الذي حددّه أبو الفتح. صحيح يا عطية؟ صحيح يا بدور، ولكن أين سيدي طهماز؟ سيدي طهماز أبو الفتح وجد الكنز. ماذا تقولين يا عطية؟ أقول أبو الفتح وجد الكنز، وهم الآن يقومون بتصنيف الجواهر ويقومون بالفرز. ولكن اسكت يا طهماز، لن تستطيع بعد اليوم مجاراة أبي الفتح خبثا ومكرا، فهو كالبحر الواسع مدا وجزرا. ما بال معلمي؟ كثرة اختلافه إلى القصر ستجعلني أموت من الهم وأطق من القهر. لم أفهم يا مرجانة، اعذريني، لكثرة نعتك لي بكبير الرأس صرت غبيا حقا على هذا الأساس. مرجانة العالم العلامة والفاهم الفهامة لم يعد يطيق الجلوس بيننا، وكأنه خلق في القصور، وكل ذلك بسبب قوليها بسبب بدور. أخ، تبا لي من بائسة منحوسة، ولكن آن الأوان كي أنطح خبط عشواء كالجاموسة. ما أستغربه يا بدور هو إبطاء أبي الفتح باسترجاعك وقد آن الأوان. هذا ما يحيرني يا عطية، لا سيما وأن مولانا الوالي ينزله في قصره منزلة الكبراء والأعيان. إنه أبوك يا بدور هو السبب. أبي؟ كيف؟ إنه لا ينفك يشغل الوالي بأمور جسيمة حتى يفوت على أبي الفتح فرصة المكاشفة. وماذا نستطيع أن نفعل؟ أليس من المتوجب علينا أن نرى أبا الفتح؟ نعم، هذا أفضل. أقول لك ممنوع الدخول، فكفي عن الفضول. ولكنني كنت أعمل هنا غسالة، أما عرفتني؟ لا يا خالة. خالة؟ أمعن النظر في، أنا مرجانة. تشرفنا، ولكن أوامر رئيس الحرس واضحة وصارمة، فلا تدعينا نقدم على عمل نصبح بعده نادما ونادما. أقول لك أريد أن أقابل كبير الأمناء. من؟ مرجانة؟ ماذا تفعلين هنا؟ زيارة علها تنفعكم وتنفعون. هيا تكلمي، ماذا جئت تفعلين؟ أتريدين مني الخبر اليقين؟ لو سمحت، ألا ندخل لنتكلم بهدوء؟ وماذا لو كانت نيتك نية سوء؟ اطمئني ولا تخافي، سأقول لك بصريح العبارة كما يقولون في تعابير التجارة، المسألة عرض وطلب. هذا هو منتهى التواضع والأدب. هاتي، أطلعين على ما أردت أن تخبرين. اسمعي عطية، أنا وأنت من طينة واحدة. ماذا تعني؟ فإذا ما أصبحنا يدا واحدة يحصل الخير وتعم الفائدة. ما فهمت حرفة. أنا أفهمك، أنت تحبين سيدك أليس كذلك؟ وماذا في ذلك؟ أعني أنك تقدرين أحاسيس القلب لأنك عانيت من الحب. هذه خصوصيات لا أسمح لك أن تقربيها. افهمي عطية حجتي وافهميها جيدا، أنا أيضا أعاني من الحب. من حب من يا خضراء الدمن؟ لا أسمح لك أن تنعتيني بهذا النعت. ماذا تفضلت أيتها الأخت؟ يا عطية، أنا لعلك تريدين مني أن أسعى في طلاق بدور أليس كذلك؟ إذن فهذا هو العرض والطلب والمصلحة. ولماذا تغضبين؟ هل أنت أمها الحانية؟ ما أنت إلا مجرد جارية. أو تهينينني يا غسالة الثياب؟ ومع عساك تكونين يا علية الجناح. ما هذه الضوضاء وقد قرب الوقت على الانتهاء؟ من؟ مرجانة؟ أهكذا تستقبلون الضيوف وكأنهم نكرة لا سلام ولا قرة؟ اسمع يا طهماز، ماذا تقول هذه الـ هيا اذهبي ودعينا بمفردنا. ولكن هيا، لا أريد أن أسمع أي كلمة من فيك، اذهبي قبل أن أبطش فيك. وصرت تستثار يا صاحب الخمار؟ مرجانة، كفكفي من العبرات والدموع وأطلعيني على سبب الزيارة وسر الموضوع. حسن يا سيدي،